يقول السائل من اليمن: أخت زوجتي، هل أكون محرما لها أم لا؟ وما تفسير الآية الكريمة: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف؟ نعم، أخت زوجتك تحرم عليك تحريما مؤقتا ما دامت أختها معك، فهي تحرم عليك، قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ولكن لست محرما لها، هي تحرم عليك ولكن لست محرما لها، لأن هذا التحريم غير مؤبد، وإنما المحرم هو الذي تحريمه مؤبد، كأبي الزوج أو ابن الزوج، هذا تحريم مؤبد. أما أخت الزوجة فهذه تحريمها مؤقت، لو طلق أختها أو ماتت جاز له أن يتزوجها، فهو غير محرم لها. نعم.